سائلة تسأل الشيخ: حكم المرأة التي تصلي بمساحيق التجميل، هل صلاتها جائزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول عليه الصلاة الله والسلام. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بالنسبة للصلاة بمساحيق التجميل، مساحيق التجميل الأصل أنها طاهرة، وكل شيء استعمله الإنسان في جسمه وكان طاهرا فإن الصلاة تصح به، إنما لا يجوز أن يصلي الإنسان بنجاسة، هذه يحرم أن يصلي بها الإنسان. أما إذا كان الشيء طاهر استعمله الإنسان، استعملته المرأة مثلا وصلت به، فإن صلاتها صحيحة، لأن هذه المساحيق يعني هي طاهرة. ربما قد يكون بعض المساحيق تصنع من أمور محرمة أو من أمور نجسة، ولكنها تحولت إلى صلاح. فالعلماء يقولون كل شيء استحال وتحول إلى صلاح فإنه يحكم بطهارته، لأن هذه تعرف عندنا في الشريعة الإسلامية بقاعدة الاستحالة. قاعدة الاستحالة بمعنى إذا تحول الشيء من مادة إلى مادة أخرى وتحول إلى شيء مقبول يعني غير مستهجن، فإنه في هذه الحالة يحكم بطهارته. مثل مثلا حليب الأم، يعني أصله دم، دم نجس لكن حليب الأم طاهر. مثلا المسك يعني طاهر وأصله دم غزال، دم الغزال، يعني بمعنى المسك يؤخذ من الأماكن التي يتربى فيها الغزال، لأنه يخرج في جسمه كالتؤلل، وهو عبارة عن كتلة دم يعني تتختر وتصير صلبة وتتحول إلى مسك، إذا فهو طاهر لكن أصله نجس. وبالتالي إذا كانت بعض هذه المواد، يعني مواد التجميل، إذا كان بعضها طاهر يصنع من أشياء نجسة، فإنه لما تحول إلى شيء غير مستهجن فإنه يحكم بطهارته في هذه الحالة، ولا حرج إذا صلت به المرأة.